سؤال: ما رأي الشيخ في الشيخ فلان والشيخ فلان؟ أنا لا أتكلم عن أحد باسمه أبدا، لا أتكلم عن أحد باسمه، نسأل الله تعالى لنا ولك ولهم الستر والعافية. ولكن أنا أحذر من عدة مناهج. المنهج الأول المنهج الحزبي والديمقراطي، هذا منهج يؤدي إلى كثير من الانحراف عن الصراط. والمنهج الثاني المنهج التصادمي الذي يسمى بالجهادية، هذا منهج فيه خطر شديد. والمنهج الثالث المنهج السبابي الذي يريد إسقاط الناس وتطبيق قواعد الجرح والتعديل على طلبة العلم وعلى الدعاة. هذه المناهج تحتاج إلى تأمل، وغالبا لا أنصح أحدا أن يتبنى مثل هذه الأفكار.